السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة جدة أمان. اليوم غادي نقدم لكم حلا خشخش سريع التحضير بكمية وافرة وكيجي رائع. غنحتاجو ليه عجينة ديال الكنافة، نحتاجو ليه بودرة ديال الكريم شانتيي، كنحتاجو ليه بسكوي إما مالح إما حلو، أنا عندي الحلو، لكان عندكم المالح ديروه. كنحتاجو ليه علبة ديال الحليب المركز المحلى بالكراميل، سمحوا لي. كنحتاجو لي 200 ملل ديال الكريمة السائلة، كنحتاجو سطر ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال الزبدة، الزبدة العادية ديال الأكل، 5 قطع ديال الفرماج ولا إما يكون مربع ولا مثلث، وجوج شاصيات ديال كريم كراميل. بسم الله، غادي نبداو بالفلو كراميل. غنديرهم السطر ديال الحليب، غنديرو جوج ساشي ديال الكراميل ديال الفلون كراميل، حيت هي كيجي فيها الفلون كراميل هو لي تيجي فيها زوين. صافي، غادي نديرو فوق النار حتى يفيض. ملي غادي يفيض غادي نشدو غنديرو في شي اناء ونديرو في الثلاجه حتى يبرد مزيان. علاش غادي نكمل معكم التتبيله. بالنسبه للعجينه الكنافه غتكون موجوده عند اللي كيبيعوا المحلات اللي تيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، راه كيبيعوها ب 20 درهم. هاد الساشيه كدير 20 درهم، راه فيها بزاف، راه كتكون على هذا الشكل. انا قطعتها، غتقطعها بتقطعها بالموس على هذا الشكل بحال ما كاني. كنديروها في المقله، تنزيدوا عليها معلقه ونص ديال الزبده، صافي. نقدروا نبسبسوها وكانيه باش ملي غادي تذوب تذوب عليها. وكنحطوها فوق، غنحطوها فوق النار، غنديروها فوق النار وغادي تذوب الزبده، وغادي نبقاو نحركوها حتى تحمر. دابا غنديروها فوق النار وكنبقاو نحركو فيها حتى تذوب. ملي غتذوب الزبده غنقصو عليها النار، وغادي نبقاو شويه بشويه نحركو منغفلوش عليها حتى تبان لينا الكنافه ولات اللون ديالها بني. غادي تحمر، غادي تبان لكم غادي تحمر. الشكل ديال الكنافة ملي كتحمرها نقصوا عليها البوطة وشويه وكتبقاو تحركوا قابلوها ما تغفلوش عليها. هذا هو الشكل ديال كديروا بحال هكا وتبقاو كتبقاو تمعسوا هاد العجينه بحال هكا حتى تتولي على هاد اللون. هذا هو الشكل ديالها. صافي كنحطوها نخليوها حتى تبرد. دابا غادي ندوزو باش غادي نطلعوا الكريمه السائله. دابا غادي نطلبوا الكريمه السائله 200 ملل، وتكون في الثلاجه تكون بارده. دروها من قبل، ديروها في الثلاجه تكون بارده بزاف باش تطلع. غادي نزيدو هاد 5 قطع ديال الفرماج، نحاولو نعسوهم.
غنزيدو 4 المعالق ديال حليب مركز محلى بالكراميل، واحد على حسب لا باي ديال 3 يدير 3 على حسب الحلاوة، كاين اللي ما يبغيش الحلاوة بزاف. دابا غادي نطربو. غادي نزيدو دابا الساشيه ديال الكريم شونتي، بودره كريم شونتي من فئه 100 غرام. غادي نزيدو الفلون ديال الكراميل اللي صايبنا، غادي نزيدوه على هاد الكريمه اللي طلعنا. بالنسبه للليمون، اللي بغى يدير ليمون يدير مول كبير كيديرو، واللي بغى يدير المولات فرديين على هذا الشكل تيديرو، كيكونوا على هذا الشكل. ما فيهم اشكال بزاف، كاين قليبات، كاين اوفال، كاين بشكل مثلث، كيجيو زوينين هذا.
دابا غادي نبداو نديرو، غادي نشدو بسكوي غادي نديروه في الحليب غادي نديرو الخشخش، شويه ديال الخشخش غادي نديرو الكريمه هذا نبقى نكمل كلشي وغادي نوريكم غادي ثاني غادي نعاودو ثاني نديرو غادي نوريكم هاد الجوج غادي اش غادي نكمل ما تبقى نديرو شوية ديال الخشخش تاني كيجي رائع تيجي كريمي تعملو ولا جاو عندكم الضياف ولا غادي نديرو تاني غادي نزيد هاد الكريمة ولادي ملي نبدا نصور عاد باش كيخرج شي يولي شي داخل شي خارج الكوزينه راه هذا لا هذا توا بواحد وهاداك زيت تاتاي دابا على هاد الشكل بحال ما كان كيجيو على هاد الشكل كيجيو فرديين كيجيو رائعين كاين كبر من هاد الكؤوس شويه كاينين صغار منهم تاني تيجيو زوينين هاد المحل تفتح حدانا كيبيع هاد الشي رائع كيبيع زوين غادي نكمل دابا تما غادي اش غادي نوريكم المول الكبير اللي غادي نديرو فردي تما جماعي بالنسبه للشكل النهائي هو هذا درتو في المول جماعي وفي كؤوس فرديه كيجي رائع وكيجي زوين كيجي الشكل ديالو وزينتو بالكراميل من الفوق جربوه راه غادي يعجبكم راه كيجي زوين كريمي مذاق ولا اروع بالصحة والراحة ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ومع وصفة جديدة